هنجمع المنايا لن يجتمع في الاختيار ديالو على داك الانسان اللي غادي يكون اللي غادي يجيب اكبر عدد من الاصوات وغادي يكون في الرئيس ديال الفائمه وكيجي داك الشيء ديال الترتيب هكا لان قلنا هذا الشيء تكون شويه ديال الوضوح لان زيد فلان دخل فلان زيد فلان بكا هذه راه ما كتعطيش الوقت ديالها والتجربه اللي كيوقع شويه ديال البيوت ولكن لكن الموضوعيه هل العمل لان هذه البيوت الله هل العمل لله في سبيل الله لا ينتظر من شي حاجه الا الله عز وجل كان شاف فيه الخير لان الله كيعلم شاف فيه الخير راه غادي يكون سنامن لان هذه العقيده ديالنا راه حنا ما غاديش نديرو شي حاجه زعما كان بالاراده ديالنا كلنا ولكن هذا امر الله عز وجل وغادي يكون انا كنشوف هذا الاقتراح ديالي اننا يكون هالشيء بواحد الاقتراح سري كل واحد يختار الناس ها هما الاخوان واضحين وكنعرفوا بعضياتنا كاملين وكنعرفوا اللي كيشتغل اللي كيشتغل كل واحد يختار داك الانسان اللي كيشوفو صالح لهذ المهم وداك الاختيار كنظن ما غاديش يكون هكذا وشكرا سلطان لنا على بالنسبه ليا بالنسبه للناس اللي غادي يتكلفوا اللي يسيروا في الجنه سير هذا المسجد هما الناس اللي يكونوا دارين عندهم وقت بالخصوص الناس المتقاعدين بحال مجموعه ديال الاسئله ديالنا يعني كيتفرغوا لهذا العمل بالنسبه للانسان اللي عنده عمل يمكن بعض الاحيان حاضر بعض الاحيان غايب لان الظروف ديال العمل ديالو انا بالنسبه ليا الاخوه اللي غادي يسيروا في جنه المسجد بحال الوجوه المتقاعدين جزاهم الله عنا خيرا يمكن عندهم وقت متفرغين للتسليم وكفى وشكرا ديال هذا الاقتراح ديال الاخ ديال الاخ الجمع العام سيد نفسي نعم ومازال هناك الباب مفتوح لمن يرشح نفسه بحريه كما قال الاخ عمر هنايا احنا ولينا سواسيه اللي عنده الرغبه ويشوف روحه مؤهل وعنده الوقت الكافي وعنده المؤهلات الفكريه وكذا اللي يمكن يساهم في تسيير هذه اللجنه وينقل العمل ديالها من حسن احسن يتفضل. الاقتراح الثاني وهو توزيع الاوراق وترك الحريه للاختيار هذا هو والاقتراح الثالث بحال اللي قال الدريس يعني كاين تقارب مع الاخ انه اعاده الثقه في الوجوه القادمه واللي عندها تقاعد بعد يعني ما نظن مع تطعيمها لازم تطعيم هذا هو الاقتراح اللي قلنا ما فهمت انتم لا انتم تختاروا انتم اللي تقرروا بما ان الناس يعني مثيقه في مجموعه ديال الاعضاء ديال اللجنه السابقه انا عندي واحد الاقتراح وسط ممكن يمكن يلقى الصدى عند الناس الاخرين عند المجموع هو ان نديروا الاعضاء السابقين ديال اللجنه السابقه ونعرضهم للتصويت سري ونشوفوا الا كان الناس عندهم شي ملاحظات على شي ناس اخرين ولا اللي في اللجنه السابقه اللي ما يعني لانهم ما قدموش الدور اللي خصهم يقوموا به ما غاديش يصوتوا عليه طبعا يا اما يصوتوا عليه غادي يستمروا ولا الناس اللي ما غاديش يستمروا عرفت انا واش وصلت الفكره ولا وصلت انا غادي نتسول بزاف ديال لان في نفس الوقت غادي يكون عندنا واحد لاباس غادي يكون عندنا واحد القاعده ان كاينين الناس اللي خصهم يستمروا باش يستمر العمل ناس اخرين اللي ممكن احتمال ان كانوا كيعرقوا العمل ولا انهم ما استمروش في الاستمراريه العاديه ولا ما عطاوش واحد الزخم من العمل باش يستمر كما قال يعني ما كينضغطوش ما كيجيوش ما كيحضروش باش تستمر يستمروا كاين اللي بغى يستمر واش وكاع بغى يستمر ولا كاين اللي عيا شوفوا واش يستمروا واش عاود هذا مخترع كاين واش يزيد تقول له تزيد بالسيف حنا بغاو يزيدوا حتى نعرفوا واش يستمروا لا يستمروا في العمل ياك السي هذا اقتراح شكون المرشح الثاني؟
فتحي محمد. تسمع. 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 تسمع.